اقول لك اللي انا شايفاه. شايفه ان المشكله انه للاسف احنا بناخد فكره الجواز ان هي نهايه العلاقه مش بدايه العلاقه. مظبوط. ده مش حقيقي. هي المفروض بيبقى في فتره تعارف، سواء اتنين بيتعرفوا على بعض، اتخطبوا، وات ايفر. هما ما بيبقوش على طبيعتهم. هو كل واحد بيبقى عايز يبليز اللي قدامه. انا عايز اطلع بيرفكت وانت تطلع بيرفكت، فنبسط قوي احنا الاثنين مع بعض. تطلب سلطه ما تطلبش اكل، وبعد الجواز تطلب بقى الحمام المحشي. طبعا انا عايزه اورنج جوس فريش وكده، وفجاه يلاقيها بتضرب اي حاجه في الثلاجه، مش حاطه يعني قاعده. فالفكره انه المشاكل الحقيقيه بتبدا لما اي حد بيعيش مع التاني. صح. فبتشوفه على حقيقته. طب انا لو مبينه حقيقتي من الاول، اي دونت ثينك ان ده هيحصل. دي حاجه. تاني حاجه، ان مش بتكلم على الرجاله بس، انا انت عارفني انا مش باخد سايد حد مع حد، بالعكس انا ممكن يعني انا حياديه جدا يعني. بس اللي اقصده انه كل واحد بيتخيل انه امتلك اللي قدامه. فلما بتمتلك حاجه زي اي حاجه، انا دلوقتي لو نفسي في عربيه او نفسي في شنطه او نفسي في ساندويتش حتى، ودقته او اخدته او بقى بتاعي، بقى ملكي، بعد كده بدل ما الشنطه دي كنت بحطها على رجلي وانا قاعده او على الترابيزه، هبقى راميها على الارض. فهي دي الفكرة، إنه إحنا تملك تملك وبتتعود بتتعود، وواخد ده حطيت في بطنك بطيخة، أنا اتجوزتها خلاص، أو أنا اتجوزته خلاص، أو أنا بين عيالي. صح. لا، المفروض كل يوم يبقى، أنت عارفني أحب الحب أوي. أيوة أيوة. كل يوم لازم يبقى كأنه يوم جديد، حياة جديدة. صح. بالظبط. صح.